هاي أول توثيق لرجل ثلج كان برسومات كتاب Book of Hours يلي صدر سنة 1380 سنة 1494 طلب حاكم فلورنس بييرو دي ميديتشي من الفنان مايكلانجلو بواناروتي إنه ينحت له رجل من الثلج بقفا قصره ما في أي وصف أو رسم للتمثال بس الشهود يلي شافوه قالوا إنه كتير حلو حققت اليابان الرقم القياسي العالمي لأكثر عدد رجال ثلج تم بنائهم بساعة وهو 2036 واشترك 1406 أشخاص بكسر هالرقم القياسي أطول رجل ثلج تم بنائه بمين بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2008 وهو أنثى بيبلغ طوله 37 متر وإيديها مصنوعين من شجر كامل واسمها أولمبيا مين قال إنه الانشغال لمدة ساعة بصناعة رجل ثلج بيحرق 238 كالوريز؟ أنا قال نشوفكم بكره